حقيقة بعد أن من الله علينا بالنصر المبارك في تحرير ناحية القيارة، الآن بدأت قوات جهاز مكافحة الإرهاب بالتدريبات المكثفة والاختصاصية استعداداً لمعركة الحسم ملحمة تحرير الموصل إن شاء الله، وكل أبناء جهاز مكافحة الإرهاب هم مستعدين وبهمة عالية ومعنويات عالية أيضاً مع تجهيز يتناسب مع طبيعة المعركة القادمة إن شاء الله. وقواتنا قد أكملت تقريباً كل الاستعدادات والتدريبات وتنتظر أوامر القائد العام للقوات المسلحة بتحديد واجب وساعة الصفر لبدء اقتحام الموصل. منذ فترة ليست بالقصيرة قواتنا وأبنائنا في جهاز مكافحة الإرهاب يتدربون تدريبات اختصاصية تتلائم مع طبيعة جهاز مكافحة الإرهاب والمهام الموكلة له، ولدينا عدة فرق من التحالف الدولي تقوم بالاشتراك معنا في هذا التدريب، كل حسب اختصاصه. لذلك ستجد إن شاء الله نخبة جيدة ومتميزة من أبناء جهاز مكافحة الإرهاب الذين تدربوا من قبل كل الجنسيات الأجنبية تقريبا، كل الدول المشهورة بتدريبات معينة جلبناها لتدرب قوات جهاز مكافحة الإرهاب. احنا حقيقة منذ تحرير الفلوجة بدأت تدريبات واستعدادات جهاز مكافحة الإرهاب لمعركة الموصل. القوات التي اشتركت في تحرير ناحية القيارة، هذه القوات هي قوات قيادة العمليات الخاصة الثانية احدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب. خلال هذه العملية كان هناك قوات اخرى التي هي القوات المهيئة والمخصصة لتحرير الموصل، كانت تتدرب بشكل مكثف يعني اكثر من 20 ساعة يوميا لتستعد لإكمال الصفحة الأخرى بعد تحرير ناحية القيارة. لذلك القوات التي حررت القيارة هي قوات مكافحة الإرهاب الثانية، وهناك قوات أخرى وأفواج أخرى هي مستعدة لإكمال هذه العملية والاشتراك بالمعركة الرئيسية إن شاء الله. الإعلام كان دور مهم جدا، خاصة الإعلام الذي يصل إلى أبناء المناطق في ناحية القيارة. كان هناك أيضا استجابة، وكان هناك دور كبير جدا للمواطنين هذه الناحية في التنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية وقوات جهاز مكافحة الإرهاب بالذات. نحن قبل عملية تحرير ناحية القيارة تم إلقاء منشورات على هذه الناحية لتحث المواطنين على التنسيق والتعاون، وأيضا إرشادات للمواطنين بكيفية التعامل بعد أن تقترب القوات الأمنية. والحمد لله تم تحرير ناحية القيارة دون أن نشهد هناك أي خسائر في صفوف المدنيين، وكذلك لم نشهد أيضا نزوح للعوائل، لأن العوائل امتثلت للتعليمات التي أصدرتها قيادة العمليات المشتركة. وبعد أن اقتربت القوات الأمنية وقوات جهاز مكافحة الإرهاب بالذات، بدأ المواطنين بالاتصال مع قيادات الجهاز للإدلاء على أي معلومات حول وجود أو أماكن وجود داعش الإرهابي، وهذا ساعدنا على القضاء عليهم دون أن تكون هناك أي خسائر في صفوف المدنيين أو أي نزوح أو مغادرة للمدنيين، وهذا عامل مهم جدا. وإن شاء الله الموصل ستشهد أيضا تكتيك وتعامل مع المواطنين يسهم بالدرجة الأساس في حماية أرواحهم دون أن يكونوا ضحية للاقتتال الذي سيجري مع داعش الإرهابي. كل توقعات داعش باتت معروفة لدينا، ردت فعل داعش أيضا معروفة. استخباراتنا هي الآن في تتجول في الموصل وتنقل لنا المعلومات حول ما يجري داخل المجتمع الموصلي، داخل الشارع الموصلي، أيضا حول أماكن تواجد داعش الإرهابي وقياداته. احنا اثناء معركة القيارة كانت هناك ضربات جوية قوية جدا لأوكار داعش وقيادات داعش داخل في عمق الموصل، وهذه ايضا ستستمر ان شاء الله لحين اقتراب القوات الأمنية. لذلك احنا ردت فعل داعش وتصرف داعش معروف لدينا، وايضا لدينا من السبل الكفيلة التي سنمنع ان شاء الله أذية المواطنين. داعش هو انهار اقتصاديا بعد خسارته للقيارة، نعتقد أنه سيرجع إلى العمليات الانتقامية، وإن شاء الله لدينا من الخطط والإجراءات التي ستسهم في القضاء عليه دون أن يكون هناك مساس بالمجتمع والمواطنين، وأيضا امتصاص ردة فعل الانتقامية لداعش الإرهابي. لا تنسى أيضا هناك ضربات وهناك عمليات تجري في سوريا ضد هذا التنظيم، وبالتالي التنظيم هو محاصر داخل الموصل، لا يتوقع أن تكون هناك أي إمدادات أو دعم من سوريا بعد ما كان
يتلقى الدعم المباشر والحركة بحرية من وإلى العراق عبر المنافذ الحدودية. هذه حدت بشكل كبير جدا بسبب الضربات الجوية وستستمر إن شاء الله. الاستعدادات مستمرة والقوات تتهيأ بشكل مستمر. هناك أيضا تجهيز لهذه القوات يتناسب مع نوع وحجم ومدة المعركة المقبلة، وإن شاء الله تستكمل هذه الإجراءات بوقت سريع جدا. وإحنا وعدنا على رسالة القائد العام للقوات المسلحة أن تحرير الموصل سيكون قبل نهاية هذا العام، وإن شاء الله سيكون هذا الفعل متحقق.